بالنسبة لإنجي بالنسبة لبنتها طبعا ما فيش علاج انيميا هيجيب نتيجة لغاية يوم السبت يعني، بس احنا هنقول لك على نوع كبسول للحديد كويس ممكن تديه لها، في حاجة اسمها اي زيت جلوبين او فيرو جلوبين او فيرو 6، اي حاجة من الحاجات دي ممكن تاخد حباية كل يوم بعد الغداء، بس اقل حاجة شهرين، وتاخد للذاكرة بقى والتنشيط عشان الامتحان بتاعها. وحضرتك برضو معاها في كبسول اسمه ترينيتيوركس او جينكو فيت، حباية كل يوم بعد الفطار، ده غذاء ملكات النحل مع جينكو بلوبا مع جينسانا مع جينسينج، الثلاثة دول مع بعض بيدوا طاقة وبيزودوا القدرة على الاستيعاب والذاكرة.